الرئيس السيسي يؤكد لبايدن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويجدد موقف مصر بشأن حل شامل للقضية الفلسطينية. برعاية مصرية، توصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسط إشادة إقليمية ودولية. ومصر تعرب عن رفضها أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة وتؤكد التزامها بحماية وتأمين مصالح الشعب. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. بداية هذه النشرة مع ليلاس كافوزي. لك ليلاس. شكرا لك يا لما، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than two hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. In my conversation with President Netanyahu, I commended him for the decision to bring the current hostilities to قريبا جدا في الساعة الثانية بالتوقيت الميداني هناك، ومصر وافقت أيضا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي تحدثنا عن هذا النزاع الذي دام لأحد عشر يوما. أمريكا تدافع وتدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها الجماعة الإرهابية حماس وتستهدف المدنيين في إسرائيل. رئيس الوزراء نتنياهو أعرب عن تقديره لهذا النظام الذي يحمي المدنيين سواء كانوا عربا أو يهودا، وأنا عبرت له عن دعمي من أجل تأسيس نظام للدفاع الأمني في المستقبل. وخلال الأحد عشر يوما الماضية تحدثت ست مرات مع نتنياهو، وتحدثت أيضا مع السلطة الفلسطينية، وشجعتهم على تكثيف الدبلوماسية. أشكر أيضا وزير الدفاع ووزير الخارجية وكذلك مستشار الأمن القومي، أشكرهم كلهم على عملهم وبذلهم كل تلك الجهود. كان لدينا نقاشات مكثفة ساعة تلو الأخرى، ومصر والسلطة الفلسطينية ودول أخرى في الشرق الأوسط عملت على مساعي لوقف هذا العنف، وأنا أعبر عن امتناني للرئيس السيسي وكذلك للمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا كبيرا في هذه الدبلوماسية. أود أن أثمن أيضا إسهامات باقي الدول في المنطقة التي انخرطت من أجل وقف العمليات العدائية. هذه العمليات العدائية أدت إلى تراجيدية ومأساة وقتل العديد من الأطفال والمدنيين. أرسل تعزية لكل الذين فقدوا أقاربهم من إسرائيليين وفلسطينيين، وأنا أصلي للمجروحين والمصابين. الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وكذلك باقي الأطراف الدولية من أجل تقديم مساعدات إنسانية فورية وعاجلة، وكذلك إغاثة الشعب في غزة وإعادة الإعمار في غزة والجهود المحيطة بها. نحن سنبقى بشراكة مع السلطة الفلسطينية وليس حماس، ونريدها ألا تسمح لحماس بمعاودة قصف المدنيين في إسرائيل. أنا أعتقد أن المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لهم الحق في أن يتمتعوا بالديمقراطية والاستقرار والسلام. إدارتي ستواصل دبلوماسيتها إلى ما لا نهاية، وأنا أؤمن بأن هناك فرصا من أجل إحراز التقدم، وملتزم بالعمل على تحقيق هذا. أشكركم جميعا، بوركتم جميعا، ونشكركم.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يتحدث عن نجاح الجهود المصرية اليوم في تثبيت وقف إطلاق النار في فلسطين، وقال بأنه مصر يعني قامت بالعديد من المحادثات والجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. كما قام الرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية بالاتصال بوزير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتحدث معه عن هذا النزاع عدة مرات، هذا النزاع الذي دام تقريبا لأحد عشر يوما. وكما قال أنه رئيس الوزراء نتنياهو أعرب عن تقديره لهذا النظام الذي يحمي المدنيين، والذي تحدث عنه بايدن، يحمي المدنيين سواء كانوا عربا أم يهودا، هذا النظام للدفاع الأمني في المستقبل. كما قال بأنه تحدث مع نتنياهو أكثر من ستة مرات على مدار الأيام الماضية، كما تم أيضا التواصل مع السلطة الفلسطينية، وكان هناك نقاشات مكثفة بين مصر و السلطة الفلسطينية وأخر ودول أخرى في الشرق الأوسط، أيضا كان لها مساعي لوقف هذا العنف. أيضا عبر جو بايدن عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن لعبوا دورا هاما لوقف هذه العمليات العدائية التي أدت إلى قتل العديد من الأطفال والمدنيين، وأرسل التعازي لكل أسر المصابين والشهداء. أيضا قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لإيصال المساعدات وإعادة أعمار غزة. ونواصل من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على الممتد على مدار عقود طويلة في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة. شدد السيسي في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها يفرض تعزيز التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار. كما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى حل جذري يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لجهود الرئيس السيسي الحثيثة مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها. أكد أيضا خلال هذه المحادثة تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر بما يمكن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليميا ودوليا. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التوافق بين الجانبين على استمرار التشاور وتعزيز تنسيق المتبادل لاحتواء تصعيد الموقف، وكذلك لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه تم التوافق خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء داخل قطاع غزة، ثم إطلاق جهد جماعي دولي يهدف لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام المنشود وفق المرجعيات الدولية. ومن جانبه عبر غوتيريش عن تقدير المجتمع الدولي البالغ لمبادرة الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بدعم عملية إعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية بمقدار 500 مليون دولار ومن خلال الشركات المتخصصة المصرية. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناولت التوافق على ضرورة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والوصول إلى حل دولتين وكذلك إعادة إعمار غزة. السيد الرئيس في المكالمتين سواء مع الرئيس الأمريكي أو مع أنطونيو غوتيريش أكد بشكل واضح جدا أنه آن الأوان من أكثر من أي وقت مضى لإنهاء القضية وحلها تماما بشكل جذري. هذه الدائرة المفرغة من العنف والعنف المتبادل ستظل كذلك إن لم تحل هذه القضية بشكل جذري وبشكل يتعامل مع أسبابها الرئيسية وبشكل يمنح الإخوة في فلسطين حقوقهم المشروعة وأولها هي إقامة دولة يتمتعون فيها ككافة شعوب العالم بوطن يعيشون فيه بكافة حقوقهم بشكل سلمي وبشكل طبيعي زي كافة الشعوب في العالم. زي ما بقول لحضرتك كان في توافق مع أنطونيو غوتيريش في هذا حل الدولتين على حدود 67 الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس. كان هناك أيضا في توافق في المكالمتين عن عدم التغيير الديموغرافي لهوية القدس وتلك الأمور اللي بتسبب احتقان وبتسبب احتكاكات كثيرة ودائما ما تشعل فتيل العنف زي ما حدث مؤخرا. أعتقد أن هناك الاتجاه العام في المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة وفي دولة محورية مثل مصر وفي دولة كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية هناك قناعة متزايدة مع الوقت بجانب الأحداث اللي بتحصل أنه يجب أن يتم إحياء عملية السلام من جديد ويجب أن يتم حل هذا الموضوع ونعتقد أن جميع النقاط واضحة. هذه قضية قتلت بحثا على مدار عقود طويلة جدا ينتقص الأمر إعادة إحياء العملية والإرادة السياسية تكون موجودة لعودة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق. برعاية مصرية تم التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار المتبادل متزامنا في قطاع غزة اعتبارا من الثانية صباح اليوم الجمعة بتوقيت فلسطين. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستقوم القاهرة بإفادة وفدين أمنيين إلى تل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات وقف إطلاق النار والاتفاق على الإجراءات اللاحقة والتي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. يأتي ذلك فيما رحبت القوى الدولية والإقليمية بنجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما أشادت هذه القوى بجهود مصر من أجل استعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود يعبر عن الدور المحوري والريادي المصري لتحقيق الاستقرار في المنطقة. أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد العسومي أن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار تعكس وبكل صدق
ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات شرعية دولية صادرة بذات الشأن، فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعية الدولية. هذا وأكد مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير محمد إدريس ضرورة العمل على إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وشدد إدريس في كلمته أمام جمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة قيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا مكثفة لاستئناف مفاوضات السلام. تعين القيام في أعقاب وقف إطلاق النار باتخاذ عدد من الإجراءات السريعة الملموسة على الأرض التي يمكن أن تسهم في استعادة الهدوء مرة أخرى وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبما يتيح لمختلف الأطراف النظر في كيفية إحياء والشروع في مفاوضات السلام للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية. السيد الرئيس، إن إحياء عملية السلام بشكل جاد وفعال هو جوهر التحرك الدولي المطلوب للتحرك للأمام نحو أفق سياسي إيجابي يعطي الأمل لأشقائنا الفلسطينيين ولشعوب المنطقة بسلام عادل واستقرار مستدام وتنمية لصالح بناء المستقبل الآمن للجميع. يتطلب ذلك التفعيل العاجل لدور الرباعية الدولية، وبما يؤدي إلى التجاوب مع مبادرة الرئيس عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل استئناف المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وجهودها المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي. جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الاجتماع الطارئ لاتحاد المحامين العرب، وألقاها نيابة عنه الوزير المفوض حيدر الجبوري مدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية. أكد أبو الغيط أن مصر لا تتأخر عن نصرة أشقائها في محنتهم ومعاناتهم، إذ سارعت بتوجيهات كريمة من الرئيس السيسي إلى ندة الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة سبل الدعم السياسي والإنساني والإغاثي، حيث عملت مصر منذ الوهلة الأولى لبداية العدوان عبر تحرك دبلوماسي دؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي وبذل كافة الجهود المستمرة حتى الآن. تواصل مصر تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث تواصل الشحنات المصرية المحملة بالمواد الغذائية الدخول للمعبر في إطار دعم مصر لقطاع غزة. كاميرا إكسترا نيوز تعتلي أعلى نقطة في معبر رفح البري، لنعطيكم صورة مباشرة مشاهدينا الكرام على تجسيد الموقف المصري على أرض الواقع الداعم للقضية الفلسطينية. ربما الصورة الآن توضح هذا الأسطول الطويل العريض الذي لا نهاية له بصريا من سيارات متعددة ومتنوعة وتحمل حمولات عديدة من مؤن غذائية ودوائية بالإضافة إلى مواد بترولية، وكذلك هناك أيضا سيارات إسعاف مرافقة ومرابطة وهي في الطريق للدخول إلى المعبر لتساند وتداعم لوجستيا السيارات الإسعاف الموجودة هنا على مدار الساعة في معبر رفح والتي تقدم كل الخدمات الصحية الممكنة. بينما الصورة المعاكسة الآن لهذه السيارات التي بالفعل قد دخلت الآن موجودة وبانتظار الحصول على تأشيرة بالعبور إلى معبر غزة أو في الاتجاه الآخر لغزة. ربما كما توضح هذه الحمولة من السيارات، هناك سيارات محملة بالمستلزمات الطبية والدوائية والدقيق والمؤن المتعددة، ومكتوب على كل سيارة من تلك السيارات من مصر إلى فلسطين تضامنا ومساندة
ودعما للإخوة الفلسطينيين. تقريبا غالبية السيارات التي تعبر من هذا المعبر مكتوب عليها، وهو تجسيد عملي وفعلي لهذا الموقف المصري، ليس فقط على مستوى الدولة المصرية ومؤسساتها، ولكن أيضا على المستوى الشعبي، لأن عدد كبير من هذه السيارات أيضا جاءت أو تم الاتيان بها من قبل أو التبرع بها من قبل جمعيات أهلية مصرية كتضامن عملي وفعلي مع الإخوة الفلسطينيون. الآن نحن في الساعات الأخيرة من اليوم، ومع ذلك المعمر لا يتوقف على الإطلاق، العبور لا يتوقف على الإطلاق، سواء من المواطنون الفلسطينيون الذين يعبرون المعبر في الذهاب أو الإياب، أو سواء من خلال هذه السيارات المحملة والمكدسة بهذه المهم بعشرات الأطنان ومئات الأطنان الموجودة. ربما المشهد أكثر تجسيدا ودلالة على صلابة الموقف المصري الداعم دائما لعدالة القضية الفلسطينية، لكن هناك صورة أخرى سينقلها لنا الزميل كريم رجب من معبر رفح الموازي تماما والمتلامس تماما مع قطاع غزة، الذي سيصل إليه بعد ساعات أو دقائق كل هذه المؤن إلى الجانب الفلسطيني، ربما لتقلل أو تساهم أو تساعد في تقليل المحنة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر الأيام الماضية. الآن إليك كريم. هنا النقطة الحدودية الفاصلة بين مصر والأراضي الفلسطينية، والآن تخرج الشاحنات التي تقل كمية كبيرة من المساعدات الغذائية والإنسانية، والتي تتجه الآن من خلال أو عبر هذا الباب إلى المعبر معبر رفح، ولكن من الجانب الفلسطيني، وهي الآن في طريقها إلى قطاع غزة. نحن نتحدث عن أكثر من 130 شاحنة تضم هذه الكميات الكبيرة من المساعدات والإغاثات الإنسانية، وهذه المساعدات عبارة عن سلع غذائية وأيضا مواد بترولية وغير ذلك من هذه المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني. الآن هذه الشاحنات يعني تشق طريقها نحو الأراضي الفلسطينية من خلال هذه النقطة، والصورة الآن يعني توضح عبور هذه الشاحنات ودخولها للأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح البري، ولكن من الجانب الفلسطيني. هذه المساعدات لم تكن المساعدات الوحيدة التي عبرت إلى من خلال معبر رفح البري إلى قطاع غزة، ولكن سبقها كميات كبيرة من المساعدات وأسطول من الشاحنات خلال الأيام الماضية. أيضا إذا تحدثنا فالحديث هنا عن أكثر من 100 شاحنة عبرت خلال الأيام الماضية، وهذه الشاحنات يعني تقدمها الدولة المصرية لشقيقتها فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأيضا حتى يكون هناك يعني تضامن فيما يحدث هناك، وأيضا تستطيع مصر من خلالها أن تقدم ولو قدر من يعني المساندة. الدعم المصري للقضية الفلسطينية لم يتوقف، وهو دعم على مستوى المستويات وعلى مستوى الأصعدة المختلفة، إن هو دعم سياسي، دعم دبلوماسي، دعم إنساني، كل هذه الأمور تتم من يعني تقدمها الدولة المصرية لشقيقتها فلسطين. هذه هي تفاصيل المشهد هنا وعبور السيارات والخاصة بالمساعدات الإنسانية، وسنترك لكم الصورة توضح هذا الأمر. نوعنا حضراتكم بأنه الآن سنعيد على حضراتكم إذاعة كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي أدلى بها منذ قليل تحديدا من واشنطن في أول تعليق أمريكي رسمي بعد نجاح الجهود المصرية بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل. نتابع إعادة إذاعة هذه الكلمة.
وتحدثت أيضا مع السلطة الفلسطينية وشجعتهم على تكثيف الدبلوماسية. أشكر أيضا وزير الدفاع ووزير الخارجية وكذلك مستشار الأمن القومي، أشكرهم كلهم على عملهم وبذلهم كل تلك الجهود. كان لدينا نقاشات مكثفة ساعة تلو الأخرى، ومصر والسلطة الفلسطينية ودول أخرى في الشرق الأوسط عملت على مساعي لوقف هذا العنف، وأنا أعبر عن امتناني للرئيس السيسي وكذلك للمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا كبيرا في هذه الدبلوماسية. أود أن أثمن أيضا إسهامات باقي الدول في المنطقة التي انخرطت من أجل وقف العمليات العدائية. هذه العمليات العدائية أدت إلى تراجيدية ومأساة وقتل العديد من الأطفال والمدنيين. أرسل تعزية لكل الذين فقدوا أقاربهم من إسرائيليين وفلسطينيين، وأنا أصلي للمجروحين والمصابين. الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وكذلك باقي الأطراف الدولية من أجل تقديم مساعدات إنسانية فورية وعاجلة وكذلك إغاثة الشعب في غزة وإعادة الإعمار في غزة والجهود المحيطة بها. نحن سنبقى بشراكة مع السلطة الفلسطينية وليس حماس، ونريدها ألا تسمح لحماس بمعاودة قصف المدنيين في إسرائيل. أنا أعتقد أن المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لهم الحق في أن يتمتعوا بالديمقراطية والاستقرار والسلام. إدارتي ستواصل دبلوماسيتها إلى ما لا نهاية، وأنا أؤمن بأن هناك فرصا من أجل إحراز التقدم وملتزم بالعمل على تحقيق هذا. أشكركم جميعا، بوركتم جميعا ونشكركم. تابعنا هذا الجانب في إعادة لكلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن من واشنطن تعليقا أو أول تعليق رسمي أمريكي بعد نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين. أبرز ما جاء في هذه الكلمة امتنان الرئيس الأمريكي لرئيس السيسي والمسؤولين المصريين الذين لعبوا دور كبير في هذه الجهود. أيضا تحدث عن الجهود الدولية والعربية أيضا لإنجاح وقف إطلاق النار. أيضا من أبرز تصريحاتي أن الولايات المتحدة ملتزمة وباقي الأطراف للدعم الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة. تحدث أن الولايات المتحدة تبقى بشراكة مع السلطة الفلسطينية وليس حماس، وأنه من حق المدنيين في إسرائيل وفلسطينيين لهم الحق الكامل في التمتع بالديمقراطية والنعم بحياة كريمة. تحدث عن الجهود الأمريكية ونقاشات المكثفة التي دارت في الأيام الماضية لوجود أفق للحلول الإسرائيلية الفلسطينية ووقف إطلاق النار. على العموم لمزيد من القراءة والنقاش حول أبرز هذه النقاط، تصريحات الرئيس الأمريكي والتعليق الأمريكي الرسمي على عملية وقف إطلاق النار بنجاح الجهود المصرية، انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق أهلا بك معنا على أكسترا نيوز. بداية يعني كيف قرأت أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليقه الأول على وقف إطلاق النار ونجاح الجهود المصرية في هذا الإطار؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. لا شك أن الجهود المصرية جهود مقدرة ومحترمة ومعتبرة من كافة الأطراف، سواء كان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو من الرئيس بايدن أو من كافة يعني الأطراف المشاركة الدولية في ذلك الخصوص. كانت الجهود المصرية يعني صادقة ومخلصة وحثيثة تجاه يعني وقف تلك الاعتداءات وإيقاف إطلاق النار وهذه الاعتداءات وتلك الممارسات التي لا تتفق تماما مع يعني القانون الدولي ومع ما يجب أن تكون عليها العلاقات من استقرار وحفظ وسلم للأمن الإقليميين والسلم والأمن الدوليين. ولكن في واقع الأمر يعني واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي سياسة واحدة. أحيانا الإدارة الجمهورية تمثلت في دونالد ترامب تتمثل في ذلك في 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 تلك المصارحة في هذه الأسلوب الفج الواضح الذي يعني لا يواري ولا يراوغ واضح، لكن أسلوب إدارة جديدة كالإدارة الديمقراطية جو بايدن تتمثل في يعني اللغة الدبلوماسية واللغة الهادئة وما تحدث عنه من الدبلوماسية الهادئة، لكن المضمون أو الكونتنت واحد
وذلك الانحياز الأعمى الفج لإسرائيل وما تمارسه إسرائيل، وإعطاء الفرصة الكاملة والوقت الكافي لإسرائيل يعني لمزيد من الضربات للفلسطينيين والاعتداء عليهم والابتئاب على حقوقهم. أستاذ طارق، تحدث الرئيس الأمريكي في إطار حديث حضرتك وهذه النقطة تحديدا عن السياسة الأمريكية الواحدة تجاه القضية الفلسطينية الإسرائيلية، تحدث جو بايدن عن جهود واتصالات مكثفة فيما بين الإدارة الأمريكية وبعضها البعض وبين الأطراف إذا كانت الدولية والعربية لربما وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر، هل يمكن القول أنها لم تكن محاولات صادقة؟ بالفعل المحاولات والنوايا الصادقة تتمثل في يعني الجانب المصري وهذه الرغبة الحقيقية والنية الحقيقية، أما واضح الإدارة الأمريكية كانت تعطي مزيدا من الوقت والفرصة للإسرائيليين لضرب ما يسمى بالبنية التحتية لحماس وفصائل المقاومة، لكن ذلك الأمر لم يكن يعني لم يكن مجديا على الإطلاق، كان ضرب المدنيين حتى تقضي أو تنهي على يعني فصائل المقاومة لا بد من اجتياح بري، وهذا الاجتياح البري غير متصور وغير معقول وسيكبد الإسرائيليين خسائر لا قبل لهم بها. إذن في النهاية هذا تصرف كان يتسم بالرعونة والحمق من جانب الإسرائيليين ومن وهذا التسويف وذلك ويعني ذلك السلوك الأمريكي الذي يعني لا يتسم على الإطلاق بالأخلاق وما يجب أن يتصف به يعني الدولة الكبيرة التي تعمل على حفظ الأرواح وحفظ واستقرار الأمن الدوليين. يعني في النهاية أتصور أن الجهود المصرية هي التي نجحت بفضل يعني بفضل. طب اسمح لي أقطع حضرتك هنا أستاذ طارق وأعتذر على المقاطعة، إذن في إطار السلوك الأمريكي الذي لم يتغير على مر الإدارات المختلفة إذا كانت ديمقراطية أو جمهورية، كيف شكل هذا تحدي إضافي للجهود المصرية لوقف إطلاق النار؟ أجندة إسرائيلية متعلقة بالمشهد السياسي المضطرب الآن، فصائل فلسطينية غير موحدة، وموقف أمريكي ربما كان يماطل عملية وقف إطلاق النار في هذا التوقيت، هل هذا يزيد من التحديات لدى الجهود أو لدى الجانب المصري؟ بالفعل الله ينور عليك، تمام كما أوضحتي، هذا بيضاعف ويزيد الأمر تفاقما وسوءا فيما يتعلق يعني الدور المصري وهذه الجهود التي تتم في ضوء يعني ما تفضلت بذكري حالا. بالفعل يعني عدم يعني سوء الطوية وعدم حسن النية بالنسبة للأمريكيين الذين لم يكونوا جادين أبدا في سرعة يعني وقف إطلاق النيران وحفظ يعني سلامة وأرواح الفلسطينيين، أيضا فيما يتعلق يعني بذلك التنازع وذلك الاختلاف، ولكن في النهاية الدولة المصرية دولة لها رؤية لها دور لا تحيد عنه أبدا، موقفها ثابت، سياستها شريفة في زمن عز فيه الشرف وحفظ أرواح الفلسطينيين، العمل على يعني إقامة دولتين فعلا على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967. يعني كانت الإدارة الديمقراطية بزعامة جو بايدن تتشبق بحل الدولتين، لكنها يعني هذا أمر ليس فيه جدية، مفاوضات من أجل المفاوضات، العالم لا يعرف إلا لغة القوة، لكن بعد ما حدث من مقاومة يعني باسلة للفصائل الفلسطينية أتصور أن هذا يعتبر يعني طرحا جديدا وتغييرا في موازين القوة. إذن إسرائيل تم ضربها، القبة الحديدية لم تكن مجدية ولا نافعة، القبة الحديدية لن يتم تسويقها أو بيعها لدول أخرى في المنطقة، لم تثبت تلك الكفاءة وذلك النجاح، العنق الإسرائيلي والمدنيين أيضا تعرضوا لهذه المشاكل وهذه الصدمة ولجأوا إلى الملاجئ، هذا تغيير في المعادلة وفي موازين القوة. بالفعل إسرائيل قوة نووية كبرى، إسرائيل أكبر قوة أو جيش يعني الخامس على المستوى العالم، ولكن في النهاية من الصعب أنك تتعامل مع يعني مقاومة ومع فصائل استطاعت أن تبني يعني شبكة صعبة جدا، مدينة كاملة تحت غزة تستطيع أن تقاوم صواريخ متوسطة المدى. أعود يا أستاذ طارق لنقطة المحتوى الأمريكي أو الكونتنت الأمريكي الذي لم يتغير كما حضرتك ذكرت نصا تعليقا على كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن. الرؤية المصرية التي خرجت في البيان الأول عن وقف إطلاق النار من الواضح أنه مبني عليها وبداية هذه الخطوات بإفاد وفدين أمنيين مصريين غدا إلى إسرائيل وفلسطين لضمان عملية وقف إطلاق النار وثبات الإجراءات.
واليوم حدثت محادثة هاتفية من الرئيس الأمريكي للرئيس المصري، امتنان في تصريحات جو بايدن للموقف المصري والرئيس المصري، في إطار أنه من الواضح أنه في رؤية مصرية لاستكمال هذا المشوار. هل برأيك هيكون في تنسيق بين القاهرة وواشنطن أو نية صادقة لدى واشنطن باستكمال المسار هذا بين الطرفين، طرفي الصراع؟ يعني إذا كانت واشنطن لديها يعني تلك النية الصادقة بالفعل في حفظ وعودة السلام إلى هذه المنطقة، فلا بد من يعني دولة من هذا الكيان الفلسطيني أن يبرز إلى الوجود. هذا سيوفر الكثير، سيجفف منابع التطرف والإرهاب وموجات العنف وعدم الاستقرار. إذن يعني حتى نضمن ألا يحدث ما حدث في 2008 و2012 و2014 و2021 حتى لا تكرر ذلك، لابد من وجود يعني سلام متوازن عادل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعيدا عن الإملاءات وبعيدا عن السياسة التي تتسم بالغطرسة والعنجهية وفرض الإرادة وكسر إرادة الفلسطينيين. واضح أن الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه، واضح أنه لابد من وجود يعني سلام عادل متوازن في النهاية، لابد من دولة فلسطينية في النهاية وفقا للمقررات المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. يعني إذا كان الإسرائيليون يتشدقون بأن حماس منظمة إرهابية وفقا لمجلس الأمن، فإنه نفس المجلس الفرع التنفيذي للأمم المتحدة أصدر العديد من القرارات فيما يتعلق بضرورة عودة الأراضي المحتلة، فيما بضرورة يعني وقف الاستيطان، بأن هذه الأعمال من جانب إسرائيل أعمال غير قانونية، وتبقى مسودات أو أوراق فقد تخرج من المجلس والأمم المتحدة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية على وجودك معنا وكل هذه المعلومات. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، حيث رصدت أكسترا نيوز إشادة الفلسطينيين بجهود مصر، حيث أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره في إقرار التهدئة في قطاع غزة، فضلا عن منحه 500 مليون دولار وفتح معبر رفح والمستشفيات. طبعا احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا على التهدئة، ثانيا على المبلغ اللي قدمه قبل يومين للجانب الفلسطيني، منحة إعمار غزة، وبنتشكر كل المصريين يعني هم إخواتنا ودائما في ظهرنا. أنا بقدم كل الشكر والتحية لرئيس جمهورية مصر الحبيبة مصر أم الدنيا، لرئيسنا عبد الفتاح السيسي بجهود الذي قدم دعم للشباب الفلسطينية ودعم مؤسسة طبية. والله هذا فرح كبير يعني عشان دمار والحرب واصحاب راحوا وماتوا الله يرحمهم يعني، واحنا بنقول كل شكر لاهلنا في مصر وبارك الله فيهم. نشكر الجهود المصريه وبنشكرهم على وقفهم جانبنا وشكر كثير يعني، وبعالجونا الجرحى من عندنا يعني بجيبوهم بعالجوهم، وبنشكر مصر وبنشكر جيش مصر وبنشكر كل مصر حبايبنا. والله انا بحيي القياده المصريه بقيادة الأخ عبد الفتاح السيسي حفظها الله ورعاه على جهوده المبذولة التي دائما وأبدا يقف بجانب الشعب الفلسطيني، وله منا كل الحب والاحترام على ما يبذله من جهد مبارك وعظيم. إنه الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس عظيم، يعني ما في رئيس دولة عربية عمل اللي عمله لقطاع غزة وفلسطين بشكل عام. كل الحب والاحترام، وبنقول ادخلوا مصر آمنين، والمصر هي دائما يعني حاضنة الشعب الفلسطيني دائما، وتحيا مصر عربية حرة. خلينا السيسي وشعب السيسي، خلينا الجيش تبعه كمان والضباط. ومنذ بدء التصعيد الأخير بقطاع غزة لم تدخر مصر جهدا لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وتسخير كافة الإمكانات للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الزميلة نهى درويش تستعرض لنا هذه الجهود في العرض التالي. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. منذ بدء التصعيد الأخير بقطاع غزة لم تدخر مصر جهدا لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وتسخير كافة الإمكانات للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في العرض التالي نستعرض أبرز تلك الجهود.
أعلن الرئيس السيسي عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. مبادرة الرئيس السيسي سبقتها توجيهات منه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بغزة للوقوف على احتياجاتهم. ووفقاً لتلك التوجيهات، وصلت عشرات الشحنات المحملة بالمساعدات والوقود لغزة عبر معبر رفح، والذي تم فتحه بشكل استثنائي تضمناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين من قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة عن الآتي: إرسال 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه لدعم المصابين في قطاع غزة. تم تجهيز مستشفيات بئر العبد النموذجي والعريش العام والشيخ زويد المركزي بشمال سيناء، ودعمها ب 37 فريقاً طبياً في مختلف التخصصات لاستقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري. تم تجهيز عدد من المستشفيات بمحافظتي الإسماعيلية والقاهرة، مثل مجمع الإسماعيلية الطبي ومعهد ناصر، لاستقبال الحالات التي تحتاج لتدخل طبي دقيق. تم الدفع ب 165 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة وجهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية، وتوزيعها على طول معبر رفح البري وعدد من المحافظات كالإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء والسويس لنقل المصابين من الأشقاء الفلسطينيين. تم الدفع أيضاً بفرق انتشار سريع بمعبر رفح البري تضم أطباء طوارئ ورعاية، بالإضافة إلى فريق من الحجر الصحي من مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، فضلاً عن توفير فرق التمريض وأطباء الطوارئ التابعين للرعاية العاجلة للتنسيق بين طوارئ المستشفيات والتعاون مع الإسعاف لنقل الحالات الحرجة. كما واصلت فرق الهلال الأحمر المصري تقديم الخدمات والمساعدات عند معبر رفح، وإرسال طواقم طبية مساعدة وأخصائيين نفسيين لتقديم الدعم النفسي اللازم والناتج عن الصدمات التي يشهدها الشعب الفلسطيني وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً موجزاً للجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وشكراً على طيب المتابعة. أعربت مصر عن رفضها أي إجراءات أحادية قد تتخذها أثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان القادم في صيف العام الجاري. وبحسب ما صرح به السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، فقد جاء ذلك تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأثيوبية حول اعتزام أثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما ذكر حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ولن تقبل به مصر، مضيفا أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية. هذا وقال المتحدث الرسمي أن استمرار أثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويعد مخالفة صريحة لإحكام اتفاق أعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، فضلا عن أنه سوف يعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره اليوناني نيكوس دندياز للتشاور حول العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية. أشاد الوزيران بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع بين حكومتي وشعبي وقيادتي البلدين، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. أساسية. غزة هي جزء أساسي من الدولة الفلسطينية المقبلة، ويجب التفكير بالمصالحة لإنهاء الانقسام. وأؤكد التزام الأمم المتحدة العميق للعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الدوليين والإقليميين بما في ذلك من الرباعية الدولية للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى لإنهاء الاحتلال. استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، وبحث الجانبان مستجدات الأزمة في اليمن وسبل تعزيز التسوية السياسية بما يضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق. هذا وجدد شكري تأكيده على أن اليمن يعد أحد ركائز الأمن القومي العربي، مع التشديد على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولا إلى تسوية شاملة وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها. اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لاندر كينغ الحوثيين بأنهم يعرضون أكثر من 1,000,000 شخص للخطر في مأرب، وهدد بفرض عقوبات على 2 من القيادات العسكرية الحوثية. أوضح المبعوث الأمريكي في إفادة عبر الإنترنت أن قائدي الحوثي العسكريين المشمولين بالعقوبات متورطان بشدة في الهجوم على مأرب. شدد لاندر كينغ على ضرورة فتح كل الموانئ والمطارات في اليمن، مشيرا إلى أن الهدنة هي السبيل الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها. صوت السوريون بالخارج في انتخابات الرئاسة، حيث استقبلت السفارات والبعثات والقنصليات السورية المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخابات والذين سبق لهم أن سجلوا في القوائم الانتخابية ضمن السفارات. من جهتها دعت وزارة الخارجية السورية المواطنين السوريين المغتربين إلى التصويت في هذه الانتخابات لتأكيد الانتماء للوطن.
تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مركز لقاحات كورونا رئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا. وأكد مدبولي أن التوسع في إقامة تلك المراكز يأتي بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميا. من جانبها صرحت وزيرة الصحة بأن الطاقة الاستيعابية للمركز حوالي 10,000 مواطن يوميا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن بالإضافة إلى 96 عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات. ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة. طبعا النهارده انا بشرف بوجودي بصحبه معالي وزيرة الصحه في المركز الرئيسي اللي تم انشاؤه لاعطاء لقاحات فيروس كورونا في ارض المعارض بمدينه نصر. والحقيقه يمكن انا كنت حابب ان انا اطمئن على سير العمل هنا وحجم اقبال المواطنين على تلقي اللقاح ودوره العمل اللي بتتم بدءا من عمليه التسجيل لغايه القدوم الى هذا المكان، وازاي الاليه اللي بتتعمل لتلقي اللقاح من المواطنين. ويعني شرفت بلقاء عدد كبير من المواطنين وهم بيتلقوا اللقاح، واطمئنيت منهم على سير عمليه تلقي اللقاح من ساعه ما هم سجلوا لغايه لما النهارده موجودين علشان تلقي اللقاح. ويمكن انا حابب اوجه رساله لكل المواطنين ان احنا الدولة الحقيقة الحمد لله، وده توجيهات سيادة الرئيس، ان احنا يعني نوفر ونتيح اكبر حجم من اللقاحات لفيروس كورونا لكل المواطنين المصريين. ويمكن احنا عندنا يمكن بنتابع على مدار اليوم مع معالي الوزيرة ومع كل المجموعة الطبية اللي موجودة المسؤولة عن إدارة فيروس كورونا كل الاستعدادات وكل المحاولات، لان احنا ان شاء الله ننوع يعني حصولنا على أكثر من نوع من اللقاحات علشان يبقى عندنا أكبر حجم ممكن في أقل وقت ممكن. هذا ودعا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى الإسراع في التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكداً أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر تم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، وهي لقاحات آمنة ومعتمدة يتم استخدامها دولياً ويتلقاها المواطنون في دول العالم كلها. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الزميل عوض الغنام من معبر رفح ليرصد لنا بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي تم برعاية مصرية. طبعا من المقرر أنه دخل في تمام 8 صباحا بتوقيت فلسطين والواحدة بتوقيت القاهرة، يعني كما هو الحال. عوض إليك الكلمة، كيف هي الأجواء لأن بعد أول ثواني ربما دخول أو سريان وقف إطلاق النار؟ نعم، لما نستطيع أن نقول أنه الهدوء قد ساد ويسود في هذه اللحظات، وأنا معك على الهواء كل أركان وكل أرجاء قطاع غزة، وذلك بفضل الدور والمبادرة المصرية التي ساهمت كثيرا، إن لم تكن هي المبادرة الأهم التي ساهمت في وقف إطلاق النار الذي استمر نحو 10 أيام. لكن منذ الساعة 10 توقف بشكل كبير، ما بين 10 حتى الساعة 1 الآن كان هناك إطلاق نار متبادل ولكن بشكل متقطع، بين حين وآخر يتم هناك عملية إطلاق نار سواء من الطرف هذا أو الطرف الفلسطيني أو
الطرف الإسرائيلي، وربما ذلك بهدف من يريد في الآخر أن يسطر كلمة الانتصار. والذي تابع مثل هذه الهدنات المماثلة أو الهدنة المماثلة أو الأحداث المماثلة ذي قلب من ذي قبل كان يتكرر هذا الأمر كثيرا، لكن الأجواء حتى هذه اللحظة مقارنة بالأيام الماضية تتغير تماما. نحن هنا يعني على بضع أمتار تفصلنا عن قطاع غزة، عشنا مع الإخوة الفلسطينيين كفريق إكسترا نيوز من خلال هذه المتابعة ليالي طوال، والضرب لم يكن يتوقف على الإطلاق، وتحديدا ليلا تعلمين لما بأن يعني القنابل الفراغية التي كانت تطلق من الطرف الإسرائيلي كان لها تأثير صوتي عميق وكبير للغاية، مما كان يؤثر على كل محيط المنطقة، خاصة أن غزة أو قطاع غزة ليس بالكبير من ناحية المساحة. لو عدنا إلى الأجواء في هنا في حيث نحن متواجدون الآن في معبر رفح، غادر هذا المعبر من الطرف المصري منذ حوالي ساعتين أو ساعة ونصف آخر يعني وفد من الإخوة الفلسطينيون الذين قطعوا هذا الطريق، حيث البوابة خلفي ربما كما تظهر خلفي غادروا هذا المكان. ومن هنا من المهم أن أؤكد على هذه الرسالة التي حملوني إياها لكل المصريين، كل الشعب المصري، القيادة والحكومة شاكرين المصريون على هذا الموقف التاريخي النبيل من خلال هذه المبادرة التي دعمتها مصر، ومؤكدين على أن هذا الأمر ليس بجديد من القيادة المصرية، فهي أمانت بأمر هذه القضية، وربما يدركون في ذلك أن من منذ الساعات الأولى لهذه الأزمة منذ 10 أيام مصر الدولة الوحيدة التي سجلت موقفها ولم يتزحزح ولم يتغير. بعد 48 ساعة من هذه الأزمة عقد هذا الاجتماع الطارئ لوزارة وزراء الخارجية العرب، وكان الوزير الخارجية المصري موقف رائع أشادت به عواصم عربية عدة، وهو ما يؤكد ويجسد على إمام مصر بهذه القضية الفلسطينية. ثم بعد ذلك كان هناك مواقف عدة من المشيخة الأزهر ومن الأحزاب المصرية ومن البرلمان المصري ومن تنسيقية الشباب والعديد من الهيئات والمنابر السياسية في مصر، هو ما يجسد هذا الإيمان مصر بهذا الموقف. أيضا الفلسطينيون الذين تبعناهم منذ قليل حينما كانوا تواجدوا في المعبر شاركوا الدولة المصرية بهذه المساعدات الطبية ربما بالدرجة الأولى. تعلمين لما بأن عدد الجرحى حتى هذه اللحظة وصل إلى 1900 جريح، منهم 100 في حالة حرجة للغاية، جزء كبير منهم نقل إلى المستشفيات المصرية، عدد الشهداء اقترب من 300 شهيد ومنهم أطفال ومنهم نساء. فبالتالي وجود هذا الدعم إلى المستشفيات الفلسطينية، تحدث عن 25 مستشفى فلسطيني كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الطبي الذي وصل يعني ربما أيام وما زال مستمر وسيستمر غدا إن شاء الله، لأن غدا سيكون هناك أيضا دعم كبير ودعم أيضا سياسي من خلال وجود تنسيقية الشباب التي ستأتي هنا، ومنهم عدد من نواب البرلمان المصري، وفي ذلك رسالة لا تخطئها العين على استمرارية دعم مصر للقضية الفلسطينية من خلال مسندد الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة لإعادة الإعمار. وهنا مهم أن نشيد بهذه المبادرة الرئاسية التي أشاد بها وأكد عليها الإخوة الفلسطينيين الذين التقينا بهم، فعلا كانت يعني ترجمة عملية وفعلية على إمام مصر بهذه القضية، وأن مصر لم تتوقف فقط لمجرد بيانات سياسية كما فعلت وزراء خارجية كسر، وأن أمرهم كان فقط هو إرسال فاكسات فيها مواقف سياسية، لكن مصر تحول أمرها إلى الفعل على أرض الواقع، وهو ما ترجم الآن وما زال يعني لأن المعبر الآن لما مغلق، ولكن في خلف البوابة الرئيسية هناك مئات من السيارات والمؤن عند الصباح الساعات الأولى سيتم عودتهم مرة أو سيعودوا إلى غزة أو سينتقلوا إلى غزة. من المهم هنا أن نشير إلى الهدنة واستمرارها حتى هذه اللحظة، والتي جاءت ربما ترجمة فعلية للاتصال المهم الذي قام به الرئيس الأمريكي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أن مصر بالفعل هي سيدة الإقليم، وأن ما قامت به مصر في غزة مؤخرا هو ترجمة فعلية لمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة لها شقين، الشق الداخلي بالإصلاح الاقتصادي الذي نجحت فيه مصر، والشق الخارجي الخاص بالأمن الإقليمي، جففت مصر الأزمات في ليبيا وفي السودان، والآن تفعل ذلك على أرض الواقع من خلال نجاح هذه المبادرة في غزة. هي رسالة لا تخطئها العين. غدا هناك أجازة أسبوعية للمعبر الجمعة والسبت، ولكن سيفتح استثنائيا لدخول المؤن والمواد الغذائية والمواد الطبية وأيضا لعبور المصابون القادمون من هذا المعبر الذي يظهر خلفي. لا بتفضلي لو لديك أي تساؤلات.
عوض أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وبالطبع شكري موصول ليك عوض ولكل زملاء وطاقم وفريق عمل أكسترا نيوز على هذه التغطية المميزة من على الأرض من معبر رفح، حيث كانت كل الأحداث وكانت أهم المشاهد الإنسانية تدار من هناك. أشكرك عوض الغنام من معبر رفح. علق رئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك نصا: تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة، وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة. علق رئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك نصا: تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة، وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية، وللمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام وكذلك يوتيوب. كنا معكم لما جبريل وأنا ليلاس كفوزي، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.